تأثير بعيد العرض الذي ستطلقه المؤسسة في شهر ديسمبر لصور خليل الرعد وآخرين الذين سجلوا الأحداث الجسام التي مرت على منطقتنا صوريا. والمجموعة الرابعة كانت سجلات صوتية هي عماد الشهوي اللي حصلنا عليه من عدة مصادر، أهمها كان مجموعة مؤسسة شمل اللي جمع تسجيلات صوتية لتجارب مناضلين ومناضلات وأشخاص عاديين عاشوا تجربة حرب النكبة وثورة 36. هذه الأخيرة تعاني من مجمل المشاكل التي يواجهها بتشجيع التنمية الشبكية، الانتقائية، عدم ضبط عملية المقابلات، عدم وجود برنامج واضح في طبيعة العلاقة بين الباحث والمبحوث والجانب الفني اللي هو الجانب الذي نعالجه حاليا، كيف تفرغ هذه اللقاءات بطريقة رقمية بحيث تصبح متوفرة للباحث يكتب هذه الفترة. حاليا نحن في مرحلة حاسمة وهي تحويل هذه الأرشيفات من مرحلة الجمع والتصنيف إلى مرحلة الإطلاق وتوفيرها للباحث، وهذا ما سيحدث في خلال 3 شهور نرجو، وسيوفر للباحث قدرة الوصول إلى هذه المصادر عن طريق الإنترنت وخلال زيارات المركز بالتنسيق مع الزملاء والمؤسسات الشقيقة الموجودة. راح أتكلم بإيجاز عن مشاكل هذا العرض وهذا الإطلاق كما تتجلى في 3 حالات من الوثائق والمخطوطات عن عدد الشهر. طبعاً بالأول في مرحلة التجميع، بعدين في مرحلة المعالجة الرقمية، بعدين في الجانب الفني الذي يحدد درجات الوصول ودرجات الحجم، يعني مين يقدر يشوف مين يقدر ما يشوف وكيفية إيصالها إلى الباحث. ورابعاً المشكلة القانونية، يعني هل يحق لنا وكيف نوفر هذه المخطوطات للباحث مع الأخذ بعين الاعتبار والنشر حق العائلة الموفرة المانحة للمخطوطة، حق التنسل إن كان حي وإن كان ميتاً في تحديد ما يسمح بنشره. هذه يعني مشاكل معقدة جدا، وطبعا هناك تراث عريق في معالجتها في مؤسسات دولية مفقودة في العالم العربي، لكن ممكن الاحتذاء بها والاستنارة بما فعل. هذه المشاكل الفنية القانونية تجلت لنا في عندما انتقلنا من مرحلة الجمع لمرحلة توفير المخطوطات للباحث. واحدة من هذه النماذج هي مذكرات الجندي طيب الذكر إحسان الترجمان الذي نزل عام 1917، وحصلنا على يومياته من مجموعة الجامعة العبرية التي نهبت كما تعلمون أو كما قد لا تعلمون إلى الحرب. لكن المشكلة هون إنه مسموح باستعمال هذه المذكرات مع الأخذ على الاعتبار إعطاء حق النشر للجامعة. طبعاً إحنا بنعرف كيف وصلت مخطوطات الجامعة العلمية، فحققناها ونشرناها، والآن وصلنا إلى مرحلة وضعها على
بدون أخذ الإذن المسبق من الجمعية. في هذه الحالة الخاصة تفجرت المشكلة السياسية. أنا استطعت إلى أصحاب هذه الوثيقة اللي هم أحفاد طيب الدكتور أحفاد الدكتور، وحصلت منهم على حق استخدام هذه المذكرات، مع أنه بعد ما قرأوها صار عندهم نوع من الرهبة والتردد فيها بعض المحظورات. حصلنا على الإذن، كيف نقوم بتوفيرها للباحث؟ هل نقول إن هذه المادة المذكورة حصلنا على إذن عائلة في توفيرها، أم نذكر إنه للجامعة الأمريكية الحق مع التلميح إلى كيف حصلت الجامعة الأمريكية على هذه المذكرات عملية من خلال النهب في منطقة الصارة حيث كانت مودعة في مخزن العائلة في شارع الأبياء. فكل هاي الأشياء مضطرين إنه نواجهها ونعالجها. هل نحن معرضين للملاحقة القضائية إذا وفرناها مباشرة للباحث؟ هذا السؤال أنا بطرحه للنقاش فيما النموذج الثاني يواجهنا بحقوق العائلة في حجب المذكرات بعد أن يكون الكاتب نفسه قد سمح للمؤسسة أو عدد المؤسسات في استعمال عارف العرب. عارف العرب عنده ثلاث مجموعات من المذكرات الأسرية، واحدة كتبها في سيبيريا عندما كان أسيرا في السجون القيصرية في خلال الحرب الأولى، اسمها يوميات سيبيريا. الثانية مجموعة غزة كتبها في الثلاثينات عندما كان قائم المقام في غزة، والثالثة مهمة جدا دونها يوميا في 26-29 في عمان عندما كان معارض من قبل سلطات الانتداب إلى حكومة شرق الأردن كسكرتير وزاري، يعني كان هو المدون لاجتماعات شو يسموها الوزراء لجنة الدولية. 26-29 هذه المذكرات قام المؤلف قبل وفاته ببضع سنوات بوضعها في خزانة كلية سان أنطونيو مع تشديد أنه ممنوع استعمالها أو الاطلاع عليها بدون إذن خطي من المؤلف. العائلة لم تعلم عن هذا الشيء، لأنهم عارفين أنه والدهم أعطى المذكرة خطي دور سان أنطونيو. ومات المؤلف صارت المذكرات الحيز العام الجزء العام صار بالإمكان صور عليها. صاروا هلا موفرين حوالي 15 نسخة للباحثين جميع أنحاء العالم. عندما حصلنا علينا وتوجهنا للعائلة منعونا منعا باتا من استخدامها، يعني تحت غطاء إنه العائلة الحق في استعمال وعدم استعمال هذه المذكرات. توجهنا للمستشار القانوني أن في حالة وفاة وكونها مودعت في مكان أكاديمي عام يصبح للإنسان الحق لاستخدامها كما يراه ضمن شروط البحث العلمي. طبعا هون المسألة مش بس قانونية، صارت شخصية واجتماعية وذات حساسيات عامة. هل نلتزم بما تصر عليه العادة على المذكرات أم هل نطلق العنان لمتطلبات البحث العلمي؟ هذه القضية أيضا لم نصل حسمها حتى الآن، وإنما نحن نتجه باتجاه النشر وتوفير المذكرات للباحثين من خلال المواقع الإلكترونية. ثالثا نمو
متفاوتة من المسلم حسب الشروط المانع وحسب متطلبات البحث. يعني بيكون في توفير كامل مجاني غير محدود استعمال المبكرة أو استعمال محدود تفرضه حساسيات اجتماعية سمعة الكاتب إذا كان عايش ولا مش عايش وشروط التي تضعها لعقله. هيك يعني طريق النموذج الناجح اللي بدي أتعرض له هو خليل السكندري. قبيل وفاة كريمة السكاكيني المرحومة هالة منحت هذه المذكرات لمؤسسة حديثة الولادة مؤسسة خليل السكاكيني وتم الاتفاق على نشرها طباعا من المؤسسة ومؤسسة الدراسات مؤسسة خليل السكاكيني. وانتهينا من هذا النشر قبل قديش سنتين 8 مجلدات 4000 صفحة كاملة. صار في مفاوضات طويلة مع أبناء مع بنات الكاتب لأنه في بعض الحساسيات حول موقف من الدين موقف من المجتمع إلى آخره، ولكن كان عندهم كرم واسع في السماح لنا بنشرها كاملة وهذا ما حصل. ونحن الآن في سبيل تحويلها إلى مذكرات رقمية متوفرة بدون شروط للبحث. أي شخص بده يدخل عليها يدخل على يعني المذكرات المطبوعة مش المذكرات الخطية. وفي المرحلة القادمة سنحاول توفير المذكرات الخطية أيضا حتى يستطيع البحث يقارن بين ما صنعناه في معالجة المذكرات وفي الأصل. فهذه 3 نماذج كل واحدة تطرح مشاكل مختلفة وسنواجهها يعني آنيا في كيفية توفير هذه الأوراق العائلية والمذكرات والمخطوطات للباحثين. أرجو أن تكون زي مادة ذهنية للنقاش في خلال محادثات اليوم عن الجليل.